خويا اللي واقع راك شفتي راه بركتي راه دستي من حدايا شحال من خطره دستي من حدايا قبل ما تخدم دستي من حدايا ملي بديتي كتورغانيزي المسائل ديالك راه دستي وشفتينا حنايا انا راه هنا اكثر من ساعتين واقفين في هاد البلاصه البرد والشتا غادي تصب علينا وهاد الناس ما حاولوش يشوفوا فينا الشوفه ديال الانسانيه قبل من القانون اش من القانون اللي يميز واحد على واحد واش من قانون واش من مبدا اللي يخليك انك تهمش ويقول لك ما تدخلش مجرد انك من ذوي الاحتياجات الخاصه وما عطاوناش قرار باش ندخلوكم او ما عطاوناش تعليمات الناس كتخبى وانت واحد ما بغى يتحمل المسؤوليه واحد كيلو حق الواحد وما لقيناش معاه من نهضروا حتى شي مسؤول علاش ملعب كبير بحال محمد مركب محمد الخامس وما علامه دوليه وعالميه ما لقاوش فيها بلاصه مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه ونبقاو نلقاو المشاكل وقت ما بغينا نمشيو نتفرجوا اليوم ما لقاء خاص وعنده نكهه خاصه لانه ديال المنتخب الوطني واجب وطني ديالنا كاملين ما ديال حتى شي واحد بعيد على كل الانتماءات جينا بغينا نتفرجوا فرحانين وجايين مآمنين باش نتشجعوا حتى لقينا هاد الناس هادو كيقول لك لا راه ما عطاوناش التعليمات راه هاد الباب هذا ماشي ديالكم راه ما كيدخل منه حتى شي واحد طريقة استحمار العقول ديالنا راه هذا هو الواقع والذنب ديالنا هو اننا حنا من ذوي الاحتياجات الخاصة حنا من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن مواطنين مغاربة حتى حنا مغاربة خلقوا في البطاقة الوطنية ديالنا مغربي جنسيتك مغربي واصلك مغربي جذورك مغربية يعني كتمتع بجميع الحقوق عندك من الحقوق بحالك بحال الناس وعليك من الواجبات ما عليك علاش هاد الناس كيعاملونا بالتهميش وعلاش ما يكونش التنظيم احترافي 100% كيف ما كنقولوا والتنظيم يليق بالصوره ديال البلد باكمله ما تهمش فئه على حساب فئه وحنا وذوي الاحتياجات الخاصه يبقاو ديما اخر الاهتمامات واخر الهم ديال الاجتماعات اللي كتسبق بحال هاد التظاهر شي حاجه اكثر من الحقره لانني ما لقيتش باش نوصف واش انا جاي فرحان جاي من الدار صابر شو الحرق ديالي كيفاش داير تمارا صابرين جميع المتاعب باش نجي ونتفرج في المنتخب في الاخر كتلقى بحال هاد الناس كيعاملوك بهاد الطريقه راه عيب من العيب حنا باقيين بهاد العقليه واش ذوي الاحتياجات الخاصه ما عندهمش الحق رساله لجميع المسؤولين علاش ملي كتنظموا بحال هاد التظاهرات ما كتقدروش تفكروا بهاد الفئه اللي هي حتى هي عندها حقها باش تعيش هاد الاجواء وعندها حقها باش تفرح بالتاهل ديال بلدها للمونديال بغينا نعيشوا هاد الفرحه لانها ما كتجيش ديما اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة